طب ازاي بتتم عمليه شفط الدهون؟ عمليه شفط الدهون ببساطه بتتم عن طريق فتحات صغيره قوي في اماكن مخفيه من جسمنا. يعني احنا كمان لما بنيجي نختار اماكن الفتحات بنختارها في اماكن غير ظاهره. بنعمل الفتحات ديت ويبقى طولها حوالي 3 مللي، بندخل منها انابيب رفيعه قوي. الانابيب دي بنبتدي ان احنا نحقن منها بنج موضعي في وسط سوائل كتير في المناطق اللي احنا هنشتغل عليها. الهدف من السوائل دي 3 حاجات رئيسيه: اولا ان هي تقلل احساسنا بالالم ما بعد العمليه او تلغيه خالص. الحاجه الثانيه ان هي تكبر المنطقه اللي احنا بنشتغل عليها، فبالتالي بنبقى كان احنا بنشوفها من عدسه مكبره. الحاجه الثالثه ان هي بتؤدي الى انقباض في الاوعيه الدمويه بتاعتنا، فبالتالي تمنع النزيف بالنسبه لنا خالص. بعد ما بنحقن السوائل ديت بننتظر تقريبا حوالي 3 ساعة ما بنعملش اي حاجه. بعد كده بنبتدي ان احنا نستخدم اداه بتصدر موجات فوق صوتيه. الاداه ديت مش هي اللي بتقوم بعمليه الشفط، هي مجرد بروب او اله بتصدر موجات فوق صوتيه اسمها متعارف عليه اسمها فيزر. الموجات فوق الصوتيه ديت بتبقى عندها ميزه لطيفه جدا ان هي بتختار الخلايا الدهنيه بس، يعني هي بتسيب كل الخلايا اللي في جسمنا وبتختار الخلايا الدهنيه بس، بتبتدي تكسر الروابط اللي موجوده ما بينها. بعد كده الخلايا الدهنيه ديت هتقع في وسط السائل اللي احنا كنا لسه حقنينه قبلها على طول. بعد كده بتبتدي تتحول المنطقه اللي احنا هنشتغل عليها كلها لحاجه زي الجيلي، فبالتالي احنا بنقدر نشتغل او حضراتكم بتشوفونا بنتحرك بشكل ممكن تتخيلوا ان هو عنيف جدا، ما بنقابلش مقاومه لان المنطقه بنشتغل عليها كلها هي عباره عن حاجه زي الجيلي او حاجه جيلاتينيه بحته، فبالتالي هي بدون مقاومه ما بيبقاش فيها اي حاجه، مع ان الادوات اللي احنا بنستخدمها كلها ادوات مش مدببه، لا هي ادوات كلها نهايتها دائريه، فبالتالي هي غير قادره على الاختراق اي حاجه اصلا. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.